السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نشوفوا حل وصفة جديدة وسهلة وزوينة بمكونات بسيطة، اللي هي كيكة الفانيلا بواحد الكريمة ديال الفانيلا رائعة، غادي تعجبكم إن شاء الله. ما نطولش عليكم، نبدأ في استعراض المقادير. عندي هنا كأس ديال السكر سنيدة، وكأس إلا ربع ديال الزيت، وكأس ديال الحليب بارد بطبيعة الحال بحرارة المطبخ، ثلاثة ديال البيضات وفانيلا، و 15 غرام ديال الخميرة، وجوج كيسان ديال الدقيق البيض اللي فيها واحد الرشيشة ديال الملحة. غادي نجيبو واحد طحانة بحال هكذا، ولا نقدرو نديرو طراب ديال الضو يعني الباتور، وغادي نحط عليه البيض، وغادي نحط عليه السكر والفانيلا، ونخلط شويه هكذا حتى يتضاعف الحجم ديالو شويه طيب ياض. وغادي نوضع عليها كاس الا ربع ديال الزيت، نعاود نخلط مره اخرى. وغادي نزيد عليها من بعد ما غادي نخلط شويه هكا مع الزيت، غادي نزيد عليها داك الكاس ديال الحليب اللي بقالي السوائل، نخلط مرة أخرى. هاد الكيكة هادي كتجي زوينة، تجي رائعة وباردة، كتكل باردة، هاي تعجبكم إن شاء الله إلا جربتوها. وغادي نوضعها كواحد الإناء، غادي نوضع عليها كأس ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض، وغادي نزيد عليها 15 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة، وغادي نخلط واحد المرة عاد باش نزيد واحد داك الكاس الثاني ديال الدقيق. دائما واخا كنقولوا جوج كيسان ديال الدقيق ولا، خاصنا نشوفوا حسب الكثافه وحسب النوعيه ديال الدقيق. انا هنا مازالني غادي نزيد معلقه كبيره ديال الدقيق. ها الكيكه كتبغي تجي خفيفه هكذا. صاي غادي نجيب واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيتو شويه بالدقيق، وغادي نهز الخليط ديالي للسما ونبدي هكذا كنهبط فيه باش يجيني مهوي وخفيف. انا هنا ما مسخنه لا فور لا حتى حاجه، غادي ندخلوها هكا بارد، وغادي عاد نشعل عليه 180 درجه. هنا عندي الحليب اللي كيطرو اللي كتحيدت به غير داك الكاس اللي درتو في المقادير. عندي هنايا الدقيق، وعندي السكر، وجوج ديال الياغورت بنكهة الفانيلا، لهذا سميناها كيكة بنكهة الفانيلا. غادي ندير على الحليب، غادي نعبرو الدقيق، ممكن نعوضوه بمايزينا، ثلاثة ديال المعالق، أربعة، خمسة، عندي ستة ديال المعالق ديال الدقيق، وكاس ديال السكر. غادي نخلط مزيان هكا البارد على البارد باش ما يديرش ليا الكتل. الا حطيتو على النار وبديت نخلط غادي يسخن الحليب وغادي يتكتل ليا الدقيق. هيا نحطو على نار متوسطه وغادي نبدي كنخلط فيه هكا، وانا يعني كنستمر في التخليط ما كنريدش حتى غادي نبدي نحصل عليه بدا يختار تقريبا كما نقولوا بحال كريم باتيسير ولا بحال بيشاميل بحال هكا. بعد ما بدا يدير هاد الفقاعات صايي غادي نطفي عليه. كيف ما كتلاحظوا هكذا هو سخون ومحيدينو على النار، غادي نحط عليه زوج ديال الياغورت بنكهة الفانيلا، وغادي نخلطهم مزيان تتجانس العناصر، ولا داك الياغورت يعني يدخل مزيان مع الكريمة ديالنا. صاي وغادي ندوزو الكيكه ديالنا اللي هنا كنطاب استقربت طيب الكيكه عاد باش بديت ندير هاد العمليه ديال لاكريم. من بعد ما دفات الكيكه هنا كانت دافيه ما كانتش سخونه بزاف، اي نحتاجوا لهاد الخيط هذا الخاص بالمطبخ. غادي نوضعوه كيف ما كتشوفوا هكا، وخاصني نتاكد بالجوانب بلي راها في الوسط يعني ما غاديش تجي لنا طبقه غليظه على طبقه. غادي نبدي بحال الا كنعقد وانا كنجرف الخيط ديالي بحال هكا حتى غادي نقطعو، غادي تقطع بسهوله. من بعد غادي نجيب المول ديالي اللي عملته في الاول
فيها غسلته ودهنته بالزبده. غادي نجيب لا كريم وهي سخونه، علاش قلت لكم خاص الكيكه تطيب ولا تقرب تطيب عاد باش نديرو لا كريم ديالنا باش ما تقصحش لينا، وفاش نجيو نديرو هاد العمليه نلقاوها متكتله. وضعت نصف ديال الكميه في المول، وغادي نجيب النصف ديال الكيك او طبقه من الكيك. وكيف ما كتلاحظوا انا عندي الكيك هابط، عندي عفوا المول هابط بزاف، لهذا غادي ندير غير واحد شويه ديال لا كريم. نتوما الا كان عندكم هاود بزاف راه غادي تستعملوا كامل الكميه ديال لا كريم، يعني غادي تجي لكم حتى في الوسط واحد الطبقه زوينه بزاف وكتبان. انا شاط ليا الكريمه، ما عنديش المول يعني هاود باش نعملها كامله. صايي غادي نحط هذا البسكوي اللي بقى ليا ديال الكيكه ديالي، وكنضغط عليها شي شويه هكا باش تاخذ الشكل مزيان. وغادي نجيب واحد الفيلم اليمونتير وغادي نغطيها، وغادي نخليها في المجمد الا كنت زربانه عليها واحد الساعه، ماشي غير تجمد يعني غير تبرد مزيان. الا ما كنتش زربانه عليها نخليها غير في المبرد عادي لواحد شي ساعات يعني هكذا. الكيكه بنكهه الفانيلا كانت هي هذه كيف ما شفتوا، زينتها بخطوط الكراميل مع حبوب من الشوكولاته. نتمنى تعجبكم الكيكه ديالي ديال اليوم، وتنال رضاكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. اللي كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. فيديوهات جايه ان شاء الله غادي نشوفوا حلوه دوزتاي بشكل زوين بزاف وراقي. نتمنى تكونوا معايا وتشوفوا معايا الفيديوهات ديالي من الاول حتى للاخر. ما غاديش نطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.